Audio Jungle. السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم في اخر فيديو في السيولوجي من الفريق العلمي. ان شاء الله اليوم حيكون موضوع بسيط، هم 3 مواضيع: التيست وسميل وشوي معلومات عن الفيستيبولار سيستم. طيب نبلش اول شيء بالتيست والسميل. هاي سلايد عنهم الاثنين، بحكي لك انه هذول الاثنين يعني اهميتهم. They allow the person to separate undesirable or lethal food from those who are nutritious. اكيد انت يعني هاي part of your protection system، تحفظ الرائحة والطعم الخطير مشان ما ترجع له مرة ثانية. وغالبا بيكون اذا بنحكي عن taste بيكون bitter. هسا راح نحكي عن 5 انواع من taste sensation. غالبا بيكون مر، في bitterness، فمشان ما ترجع تقرب منه مرة ثانية. النقطة اللي بعدها بحكي لك the proximity، اللي هي the places او ال distance. غالبا نحكي وين احنا قاعدين عن السميل. السميل ممكن من خلاله تحدد بعد يعني مصدر الرائحة عنك، فممكن تستخدمه للمسافات. بس اكيد هي عند الانسان مش كتير يعني متطورة، عند الحيوانات خصوصا الكلاب متطورة اكثر، عشان هيك بيستخدموها بالشرطة. اوكي، هاي نقطة كثير مهمة وكثير واقعية. الشم والاحساس لهم علاقة بالايموشن. يعني احنا معروف عنا انه ممكن اشي بتحبه اذا بتشم ريحته او بتشوفه، اكل بتحبه بتشم ريحته او بتشوفه، بتحسن مزاجك وممكن تصير ايجابي وبتكيف تنبسط. ليش؟ لانه it's associated، يعني له ارتباط مع الليمبك سيستم، له powerful stimulator of the limbic system، خصوصا السميل is a powerful stimulator. هم الاثنين بس خصوصا السميل powerful stimulator للليمبك سيستم. And also they are tied to behavioral function. اكيد behavior يعني هو المقصود فيها اللي هي learning. يعني مثلا العطارين او الناس اللي بيعرفوا بالعطارة بيكونوا عندهم قدرة على تمييز الروائح والطعم، يعني بيكون عندهم مجال كبير. اما الناس العاديين بيميز اشياء الرئيسية بس، الناس المتخصصين بماديتين بجوز الشخص العادي يفكرهم هم زي بعض بس هم فعليا بيكونوا مختلفين. فهي السنسيشن هي من السنسيشنز القليلة اللي عندنا اللي هي فيها learning. انت بتتعلم هاي الطعمة ايش. احنا مثلا ما حكينا عن الفيجن انه في كتير ليرنينج. الفيجن فيجن والسنسيشن مثلا للتاتش هو نفسه، بس هون في عنا ليرنينج. اوكي هسه بنيجي شوية ستراكشر بسيطة. في عنا احنا تيست بود. التيست بود هاي مبين عنا هون، بتكون من اكتر من نوع من الخلايا مش بس الريسبتر. في عنا السبيشاليزد ابيثيليال سيلز اللي هي الريسبتر للتيست، وفي عنا برضو بيزل سيلز، هي مكتوبين هون بيزل سيلز وسبورتنج سيلز. هسه البيزل سيلز هي الستيم سيلز، يعني لما تتدمر عندك الجاستيتوري ريسبتور سيلز مين بيعوض؟ البيزل سيلز، بتعمل ديفرنشيشن لهاي. والسبورتنج سيلز يعني ستراكشر سبورت ستراكشر. اوكي الجاستيتوري ريسبتور سيلز انتبهوا انه هون احنا اخذناها المعلومه قبل مره، اللي هي في عندنا سيبريت سيل ذات ورك از ريسبتور. هسه رح نيجي كمان نحكي عن الموضوع اكثر شوي. في عنا اكثر من 50 وحدة بالتيست بود. اوكي مش كثير مهم الكلام هون. اوكي هسا عنا هذا الباثوي، كيف احنا بنحس بالطعم. اول اشي تيست اند دسولف ان سلايفا. اول نقطة ان سلايفا، عشان نشم او اسف عشان يعني ندوق الطعم لازم اول اشي المادة تكون ذائبة، لازم تكون يعني سوليبل. مستحيل انت تدوق طعم اشي هارد او اشي مجرد غاز. فطبعا احنا بس مشان الواقع نربطها مع الواقع انه مش كل اشي بناكله هو عبارة عن سوليوشن. في اشياء صلب، دجاج ورز الى اخره، بس في عنا ايش ربنا خلق لنا؟ السلايفا. هذا فالاكل اللي بناكله بيذوب بالسلايفا ولازم يذوب بالسلايفا عشان يصير له تيست. طبعا اذا انسان نتخيل ما عنده سلايفا، زي امراض كتير درسناها ما عنده سلايفا حيصير عنده مشكله كبيره بطعم، ما راح يقدر الاشياء الصلبه ما راح يذوق طعمها لانه ما راح تذوب. اوكي فلازم يكون اول شيء حكينا ان سوليوشن. اوكي بعدين شو حيصير عندنا؟ تيستنت ان بلازما ميمبرين، بيروح بيرتبط على البلازما ميمبرين اللي حكينا في عندنا خليه ريسبتور بوتنشال، خليها ببالكم مثلا حكينا كمان شوي. نيرف، شو الفرق بينه وبين جنريتور بوتنشال؟ نيرف امبلس، هذول برضه لازم نكون عارفينهم، اخذناهم بالاناتومي سهلين. 7 و9 و10 فيشل بلاسوفرنجيال فيجاس هم بينقلوا السنسيشن. فيشل من الانتيرير تو ثيرد،
جلوسوفرانجيال من البوستيريور ثيرد، والفيجاس من الابيجلوتاس والباك اوف ذا ثروت، لان هناك في شويه تيست ريسبتورز شوي. بعدين المدلة بلنجاتا، ثالاموس، وبروحوا بعدين على السي ان اس. هون موجود عندنا كرسم، هاي الفيشل بياخذ من الانتيرير تو ثيرد، هاي جلوسوفرانجيال من البوستيريور ثيرد، وهاي الفيجاس من الفارينكس، وممكن برضه من الابيجلوتاس، وكلهم بيمشوا لتريكتس سوليتاريس، برضه مش غلط نعرف الاسم هذا تريكتس سوليتاريس، وبيطلع بعدين على الثالاموس، ومن الثالاموس بيروح للانسولا، انتيرير انسولار فرونتر، اللي هو يعني بارت اوف ذا انسولا، هناك موجود السنتر. طيب شو السلايد هذا؟ السلايد هذا مش جديد علينا اذا تتذكروه، هذا اخذناه بالسي ان اس. بدي اشرح عليه بس نقطتين، اللي هو الفرق بين الريسبتور بوتنشال الموجود زي مكتوبه بالجستيتوري تيست ريسبتور، وفرق بين جنريتور بوتنشال، مهم نعرفهم، والدكتور حكى عنهم كان شوي بالمحاضره. هسا الريسبتور بوتنشال زي ما شايفين بالرسمه، هون حاطين مثال شجر مولكيول مثلا او اي شيء ثاني، بيرتبط على هاي الخليه، هو الريسبتور موجود على هاي الخليه، ومن هاي الخليه بيطلع نيورو ترانسميتر للاكسون للفيرست اوردر نيورون. هاي ريسبتور بوتنشال، سو وي هاف ذا ريسبتور از يعني ذير از نيورو ترانسميتر ريليس، هاي العمليه اللي بتميزها. الجنريتور بوتنشال زي اللي هون مثلا، زي برضه بالسميل في عندي اولفاكتوري نيورون، فهذا مثلا او نشرح اللي فوق هذا، هذا ممكن يكون اولفاكتوري نيورون، هذا ممكن يكون اولفاكتوري نيورون، والريسبتورز موجوده هون على نهايات الاعصاب، وبيرتبط عليها الاودر المولكيول بترتبط هون، تعمل اذا كانت انف يعني طبعا سوت اباف ذا ثريشولد، تعمل ديبولاريزيشن وبنتقل بالفيرست اوردر نيورون. فالريسبتور موجود على النيرف مباشره، هون موجود على سيبريت سيل. اوكي حلو. هسه الكلاسيفيكيشن، بصراحه في اكثر من طريقه نعمل الكلاسيفيكيشن. في عندنا هدول الفايف مين، هذا اللي بستخدمه والاسهل هو دائما بستخدمه، الفايف مين كاتيجوريز. الصور بيعتمد على البي اتش، صراحه نجيهم بالتفصيل، سالتي، مالح، حلو، سويت، بيتر، مر، ويومامي. يومامي هاي اكتشفوها، هي احدث وحده اللي هي بالجلوتاميت، يعني اللي بيرتبط على هذا الريسبتور هو الجلوتاميت. طبعا هسه هذا ممكن نربطه مع هذا، هذول الاثنين كلاسيفيكيشن، يعني مثلا الصوديوم وله علاقه بالسالت، بوتاسيوم نفس الشيء، الجلوتاميت حكينا باليومامي، الهيدروجين ايون له علاقه بالريسبتور تاع المثلث اللي هو الصور الحموضه. فهم هذول الاثنين كلاسيفيكيشن تقريبا زي بعض يعني. We can perceive hundreds of different tastes. كيف طيب hundreds وانا عندي كلهم خمسة؟ غريب صح؟ لا هو مش كثير غريب صراحة، انه عندي هاي الكلمة مهمة combination. combination يعني ممكن اخلط شوية صور مع كثير salt مع شوي sweet وبيطلع عندي طعم، وهكذا بتخلط انواع مختلفة وبيطلع عندك different results. طيب هون شارحنا عنهم شوي، هو صور caused by acid concentration. بدنا نعرف شغلة انه بنعرفها من اول احنا كمان بجوز، اللي هي لما اعطي انا اسيد عالي يعني بتركيز عالي ممكن ادمر السور ريسبتر، فممكن يعني هذا السور ريسبتر ممكن يكون برضه بروتكشن، فمشان احس اذا كان الاكل اللي انا عم باخذه هل حموضته كويسه او لا، لان اذا كانت حموضته مش يعني عاليه ممكن ياذي الخلايا. السالت بيعتمد مينلي على الكات ايونز البوزيتيف كوز باي ايونايز سالت، صوديوم وبوتاسيوم مثلا. سويت سويت بدي احكي لكم عنه شيء، ماني كيميكال موستلي اورجانيك كومباوند. طبعا هون لاحظوا ما حكى لك موستلي شوجر، حكى لك موستلي اورجانيك، يعني احنا انت عندك ممكن الكيتون بوديز، ممكن مركبات من الاستر، ممكن مركبات من الامينو اسيدز، ممكن تعطيك سويت تيست مش شرط بس شوجر. طبعا السويت الجسم بفهم هذا السويت تيست على انه كالوري، يعني كل ريسبتور هون الجسم بفهم منه شيء. البيتر المراره بفهم على انه هذا يعني something dangerous، بس ممكن بالتعليم مثلا الدواء في ادويه مره، ولكن بالتعليم الانسان بيعرف انها مفيده، ولكن يعني البيز interpretation of information البيتر هو عباره عن شيء ضار، السويت بيعبر عن الكالوري، السالت بيعبر عن الملوحه، والصور عن الاسيد كونسنتريشن، وممكن يكون يعني از بروتكتيف زي ما حكيت قبل شوي. اليومامي هذا اللي هو الجديد، كلمه يابانيه معناها ديليشس، واللي بيعطيني اليومامي تيست هو جلوتاميت. ايش هو الجلوتاميت؟ فمشان هيك بتشوفوا الجلوتاميت موجود هسه بالمنكهات الطعام زي الماجي وغيره مشان يعطي طعم. فنيجي على التيست بود، اكثر شيء موجوده عند التشيلدرن، وزي كثير من الاشياء بالجسم مع الوقت بتصير يعني يو لوز تيست بادز،
فبتقل قدرتك على الإحساس بالنكهات المختلفة. أدلتس عندهم من مش مهم كثير الأرقام، بعد 45 بودز ستارت تو ديجنريت، هاي مهم لازم نعرفها. مع الزمن they start to degenerate, taste become less critical. هسه الأماكن هاي يعني حلو نعرفهم، sweet and salty على tip of the tongue، على tip of the tongue. البيتر on the posterior tongue، ممكن تحفظوها انه بي مع بي، بيتر posterior، وصور حموضة مع على lateral side of the tongue. حلو. Transmission of taste sensation، حكينا عن الموضوع قبل شوي. Activation of taste bud excite taste fiber، صح، excite taste fiber من خلال neurotransmitter release anterior to third من خلال facial، والposterior بالتاسع glossopharyngeal، posterior aspect بيروح بالعاشر vagus، كلهم بيلتقوا وين؟ بالsolitary nucleus، بعدين بوصلوا للcortex. تمام. اها هسا هذا موضوع مركز شوي فيه الادابتيشن، سهل بس في شيء جديد فيه. تيست سنتيشن سنسيشن سوري ادابت رابتلي، هاي اول شغله بدنا نعرفها، دي ادابت رابتلي، وبتوقع هاي برضه بحياتنا موجوده. يعني انت شوف حالك ببدايه الاكل وبنهايه الاكل، بنهايه الاكل بتحس بالطعم اقل من بدايته، بدايته بكون بجزء له نكهه اقوى لانه عندك رابت ادابتيشن اوف اوف ذا سنسيشن. لاحظوا ما حكيت كلمه ريسبتور. Adaptation of the taste bud themselves account for only 50% of the adaptation. أكيد التيست بود اللي هي الريسبتور، هون في شغلة بدنا نتعرف عليها جديدة. احنا زمان حكينا انه بصير في عندي adaptation من خلال desensitization of receptor، هون في عندنا desensitization ولكن يعني it's not the only source of adaptation، only 50% of adaptation is by this mechanism. The other mechanism اللي هي central adaptation، central adaptation يعني يا اما الباثوي نفسه الاكزون، يا اما السي ان اس، يعني يا اما الباثوي ببطل ينقل يا اما السي ان اس ببطل يستجيب للسيجنال. بس بالنهايه في عندي ربد لوس اوف تيست سنسيشن. ولاحظوا مره ثانيه ما حكيت ريسبتور، حكيت سنسيشن. طيب احنا هيك بنكون خلصنا ان شاء الله من التيست، ننتقل على الحاسه اللي بعدها الفاكشن، الشم. اوكي خلينا نشرح شويه اناتومي اول. عندنا olfactory neurons، هيا olfactory neurons في supporting cells معها. olfactory neurons بتجمع الفايبرز، بتمر من خلال الكربريفورم بليت، ونلاحظ شغله هون هي بتمر من بون، بالتالي اذا صار اي مشكله بهاي البون اي slight fracture ممكن يؤدي انه to injure this fibers، فيعني this bone is liable to break and it will affect the fibers here. بتكمل طريقها بالolfactory bulb توصل للسي ان اس. طب حلو، في شغله الامبريولوجي، النقطة الثانية بدي احكي لكم عنها هون الامبريولوجي. الخلايا زي ما شايفين موجودة in the roof sorry of the nasal cavity، هي nasal cavity وهي الروف موجودة فيه، بس هي فعليا يعني during development ما بتكون موجودة هون، هي بتكون موجودة في مكان ثاني، الدكتور ما وضح وين بصراحة، بس حكى المهم انه نعرف انها بصير في migration، بصير في migration لهذا المكان roof of the nasal cavity. طيب هسا البروتين اللي بيعمل regulation لهاي ال pathway هو نفسه البروتين اللي بيعمل regulation لل GnRH cell migration. هسا بنعرف احنا انه في عندنا hypothalamus، والhypothalamus بيطلع منها releasing hormone مشان يسيطر على ال pituitary gland، وال يعني مش كل الهايبوثالاموس بتصير لها علاقه بالبيتيوتري جلاند، بس الميديان امينس والجان ريت سيلز هي لازم ما بتكون موجوده بالميديان امينس، لازم تعمل نفس الشيء مايجريشن للميديان امينس عشان زي ما بتعرفون في بورتال سيركوليشن توصل بين الهايبوثالاموس والبيتيوتري، مشان يعني اي ماده بتنفرز لو بكميه قليله توصل للبيتيوتري وتعمل ستيميليشن. فاذا ما صار هذا المايجريشن شو حيصير؟ الجيان ارتش ريليسينج سيلز حتكون موجوده في مكان ثاني بعيده عن البيتويتري، راح تكون شغاله فانكشنالي وبتفرز جيان ارتش، بس هذا الجيان ارتش راح يروح على السيستميك سيركوليشن، وهو اصلا بينفرز بكميات قليله لانه هو يعني مصممه هي الخلايا بحيث انها تفرز بالبورتال سيركوليشن ويصير ستيميليشن، هيك الوضع الطبيعي، بس لانها قاعده بعيده عن الميديان امننس فبالتالي بتفرز، بتروح الافرازات تاعتها على السيستميك سيركوليشن، والسيستميك سيركوليشن كبير فبتكون فيري لو كونسنتريشن نوت فانكشنال. يعني هذا الشخص هاي السندروم طبعا اسمها
كالمان سيندروم، والشخص هذا ما بيقدر يشم وهي كانت ريبروديوس لانه ما في جي ان ار اتش، بالتالي ما في ال اتش ولا في اف اس اتش، فما في ديفلوبمنت اوف سكس اورجان. فنذكرها هاي كالمان سيندروم بروتين بيعمل ريجوليشن اوف ذا مايجريشن فور جي ان ار اتش ريليسينج سيلز اند اولسو اولفاكتوري نيورونز. اوكي، فيسيولوجي اوف الفاكشن، طبعا لازم نعرف انه انا عندي بالالفاكشن يعني مور variety of odors، بقدر التقط odors اكثر من تيست، اكثر من عدد نكهات التيست، almost 10,000 different odors، لانه حتى عدد type of receptor يعني عدد انواع الريسبتر اكثر. اوكي، نمشي بالسيكونس. odorant bind to the receptor on the olfactory nerve. اوكي، جي بروتين، جي بروتين هي مهمه بس نجيها. طيب اول شيء نشوف الاودرنت، odorant bind to the receptor. هسا عشان يوصل، نرجع للصوره هاي، في عندي هون زي ما بتعرفوا ميوكس، ميوكس ممبرين، وهذا الميوكس فيه فلويد، فيه ووتر، فبالتالي انا عندي ماده هون، عشان اول شيء الماده هاي توصل لهي المنطقه لازم تكون سلايتلي ووتر سوليبل. وزي ما بتعرفوا الممبرين هو عباره فيه ليبيد لاير، فعشان الماده هاي اللي هي لازم اشمها الاودرنت عشان ترتبط مع الممبرين هاي زي ما موجود هون، عشان ترتبط على الممبرين هون لازم تكون slightly lipid soluble. فبنحكي عشان نلخص انه we have المادة لازم تكون slightly water soluble و slightly lipid soluble to be smelled. اوكي، فحكينا بترتبط على الريسبتر، G protein activation بزيد cyclic AMP sodium entrance و generator potential، لا تنسوها ارجوكم، generator هاي الدكتور ركز عليها باللاب وبالمحاضرة كمان، generator potential nerve impulse بروح بالالفاكتوري nerve neuron. اوكي، في موضوع. طيب هسا هاي الصوره شو بدي احكي لكم منها، هاي الاودرنت، هاي الماده اللي لازم اشمها، طبطت على الريسبتر تاعها، الريسبتر هو عباره عن جي بروتين كابلد ريسبتر، بيزود السايكليك اي ام بي. هسا السايكليك اي ام بي بس يزيد بيفتح صوديوم شانلز وبيفوت، صار ديبولاريزيشن. اللي بدي احكي لكم اياه هون انه لانه هاي الريسبتر هو عباره عن جي بروتين كابل، بالتالي هذا السايكليك ام بي حيضل موجود وحيعمل ستيميوليشن لمور ذان 1 ايون شانل. فهو شو بيعمل فعليا؟ انا عندي هون 1 مولكيول، هي موجود هون 1 مولكيول، عمل ستيميوليشن ل 1 سايكليك ام بي وممكن اكثر من سايكليك ام بي، لانه هذا انزيم بيشتغل يعني كونتينيوسلي حتى يصير له انهبيشن، فممكن اعمل امبليفيكيشن اوف سيجنال ات ذا سيلولار ليفل، لانه 1 مولكيول عمل ستيميليشن للسايكليك ام بي وهذا بيحفز اكثر من قناه، وبرضه ممكن يكون في عندي اكثر من سايكليك ام بي، فانا بعمل امبليفيكيشن اوف سيجنال باي ذس ميثود. اوكي، نفس الصوره. سميل، سميل از ذا ليست اندرستود اوف اول سينسز، از ذا ليست اندرستود. اوكي ليش؟ طبعا واحده من الاسباب لانه اصلا بورلي ديفلوبد ان هيومنز، يعني زي ما حكينا الدوجز بيستخدموها عند الشرطه لانها حاسة الشم عندها اقوى من الانسان. olfactory membrane located in the superior bulb. okay contain olfactory cells which contain cilia. cilia عشان تزود surface area. on the cilia are odorant binding proteins اللي هي receptors. binding بيعمل activation للG protein. طيب to be smelled، هذا سلايد والله مهم. substance must be volatile أكيد so that it can be sniffed. طبعا ممكن تكون volatile، ممكن تكون مثلا يعني على شكل vapor يعني على شكل بخار، او ممكن تكون مادة خفيفة ممكن اشمها يعني الفلفل او اي شيء مادة خفيفة ممكن يفوت عن فوق ينشم. substance must be at least slightly water soluble to penetrate the mucous membrane و it must be at least slightly lipid soluble. ليش؟ عشان to interact with the membrane. طيب حلو. olfactory receptor اوكي هون لازم نركز شوي. هسا السنسيشن يعني حاسة الشم، واتوقع برضو هاي من حياتنا بنعرفها انه very rapid adaptation، انت حتى بجوز الروائح المتعود عليها ما بتشمها بعد فترة. ليش؟ لانه عندك السنسيشن olfactory sensation is very rapid adaptation، بس مش لانه الريسبتر مش كويس وبيعمل adaptation بسرعة، لا الريسبتر كويس هاي بيعمل adaptation very slowly، ولكن السنترال ميكانيزم هاي السنترال السي ان اس او الباثوي نفسه في مشكلة، بيعمل فاست ادابتيشن، بالتالي يعني النت ريزلت انا عندي كويك لوس اوف سميل سنسيشن. اوكي
بس الدكتور بصراحة ما حكى كثير عن هذا الموضوع، يعني ما حكى عن هو جايتون حكى أكثر من وسو. الدكتور مش مظالمنا بجايتون، حكى إنه في أولد وفي نيو سيستم. إذا بتتذكروا معلومة أخذناها زمان، إنه الفاكشن هو الوحيد اللي ما بيمر بالثلمس، السنسيشن الوحيد اللي ما بيمر بالثلمس. طيب vestibular system، الفيستيبيولار سيستم ما راح نحكي عنه كله، راح تحسوا انه الموضوع شوي يعني ناقص، لانه هو فعليا يعني الدكتور ما شرحه كامل. هو حكى الدكتور انه حنفهمه اكثر بالاي ان تي، بس ناخذه بسنه رابعه ان شاء الله، فاحنا راح نلتزم ان شاء الله باللي حكاه الدكتور. طيب نعرف شوية ستراكشر. هاي الصورة ولا هاي الصورة احسن؟ هسه احنا عندنا الانر اير، هاي الانر اير اوكي، فيها الكوكليا، هاي الكوكليا لها علاقة بالسمع ما راح نحكي عنها. وفي عندنا الفيستيبيول هاي المنطقة، وفي عندنا الثري سيمي سيركولر كانال هيو. هسا في عندنا ستراكشر بالفيستيبيول اسمه يوتريكل تو ستراكشر والساكيول. هدول الاثنين يوتريكل وساكيول فيهم ماكيول، الماكيول اللي هو هاي رسمته، راح نيجي نحكي عنه كمان شوي. هيو هاي رسمته هون اللي على اليمين. السيمي سيركولر دكت فيها ديفرنت ستراكشر اسمه الكريستا امبيولاريس، هاي رسمته تحت، هاي الكريستيا كريستا امبيولاريس هاي كلها. اوكي، فلازم نعرف انه في عندي تو ديفرنت ستراكشر، هم مش زي بعض. فالفيستيبيول في عندي باليوتريكال والساكيول في عندي ماكيول، وكريستا امبيولاريس موجوده بالامبولا اوف ذا سيمي سيركولار دكت. طيب فيستيبيولار ابراتس سيستم اوف بوني تيوبس اند تشامبرز لوكيتد ان ذا تمبورال بون، حلو. سيمي سيركولار اوكي وذين ذا يوتريكال اند ذا ساكيول، في عندنا الماكيول، جميل. اها لازم نعرف شغله انه we have three semicircular canals and those three semicircular canals are arranged at 90 degree to each other. يعني لو هي طلعنا عليهم فوق، طلعوا هاي الانتيرير وهي بوستيرير وهي هوريزونتال. بصراحه في انا ما لقيت لهم صوره احسن من هيك بكثير، يعني اشوف لكم هاي اذا ممكن نوضح اوضح لكم عليها. هاي مش كثير واضحه كمان، يعني بنحكي يمكن هاي انتيرير هاي بوستيرير وهاي هوريزونتال. في عندي 3 سيمي سيركولار دكت كلياتهم ارينج ات 90 ديجري تو ايتش اذر، 90 درجه لبعض. لو اخذنا بوستيرير فيو برضه هاي الانتيرير والبوستيرير 90 درجه مع بعض، لو اخذنا بوستيرير فيو راح نشوف ان البوستيرير والهوريزونتال والانتيرير والهوريزونتال برضه نفس الشيء 90 درجه مع بعضهم البعض، وكلهم ارينج ات رايت انجل تو ايتش اذر. لاحظوا هاي هي على اليمين وهي على اليمين، برضه لو اخذنا بوستيرير فيو راح تكون على اليمين. اوكي اها هذا حلو. هسه هذا ستراكشر هو هذا هو الماكيول اوكي، هذا مش الكراست امبيولاريس، الكراست امبيولاريس شوي مختلف. الماكيول اول شيء بدي احكي لكم عنه انه اتس كونسيرند وذ ذا ديتكشن اوف لينير اكسلريشن، يعني لما انت تتحرك بخط مستقيم لورا لقدام يمين يسار بخط مستقيم بس ما في تغيير بالدايركشن، بتكون الماكيول از ذا structure that's responsible، أو الماكيول كله هذا يعني بيكون structure that's responsible for detecting your proprioception. طيب كيف الميكانيزم اوف اكشن؟ بكل بساطة أنا عندي hair cells هيها اوكي، وعندي هاي الستاتاكونيا. الستاتاكونيا هي عبارة عن كالسيوم كربونات كريستالز، كريستالات heavy، لازم نعرف عنها انها heavy، يعني it's heavier than the surrounding. بالتالي أنت لما تتحرك مثلا، نفترض أنه الشخص تحرك للأمام زي هيك، الاستاتاكونيا راح ترجع لورا. هسا شو المبدا هذا؟ يعني مشان راح بجوز نعيده اكثر مره، جربوا عبوا كاسه مي وادفعها لقدام، راح تحس راح تشوف انه السائل اللي فيها بيرجع لورا، بيمشي عكس يعني بيتحرك عكس الاتجاه اللي انت محرك فيه الكاسه. هون نفس المبدا بالضبط، حرك نفترض انه هون في دماغ، يعني تحرك لقدام، الاستاتاكونيا راح تتحرك عكس الاتجاه اللي انت بتتحرك فيه، فهي بتتحرك لورا وبتعمل ستيميوليشن لسم هير سيلز وبتعمل انهبيشن لاذر. هسه لقدام راح احكي لكم انه، او خلص بحكي لكم هسه انه الماكيولز، نرجع على الرسمه هاي، هاي الهير سيلز ان ذا ماكيولز ار ارينجد ان ديفرنت دايركشنز، مش كلياتهم بنفس الصفه، يعني they are in different direction، بحيث انه انت لما تتحرك حركه باللينير، طبعا هم له علاقه باللينير بس اللينير اكسلريشن بسموه، لما تتحرك حركه باللينير اكسلريشن some are stimulated and some are inhibited،
بالتالي انت بتحصل على بيور سنسيشن. اوكي، لان هم كل واحده زي ما حكيت لك، كل زي ما حكيت لكم كل واحده باتجاه مختلف مرتبين. ماشي، فكالسيوم كربونات بتحرك، بيحرك الهير سيلز اللي عليها ستيريوسيليا، بيحرك الستيريوسيليا، هذا التحريك باتجاه معين بيعمل ديبولاريزيشن، وبتوصل بتمشي السيجنال من خلال الفيستيبولار نيرف للسي ان اس. طيب هسه هون هذا مهم السلايد كمان، يعني ديتيل ستراكشر عن الهير سيلز. زي ما شايفين في عندنا هاي المين سيليا، اكبر واحدة اسمها كاينو سيليوم. as we go away from it the stereocilia become shorter، هاي زي ما شايفين صاروا اقصر as we go away from it. في عندنا اشي اسمه minimum stimulation rate، يعني هاي الهير سيل حتى لو ما كان في اي حركة عليها في عندك يعني minimum rate of action potentials. فشو اللي بصير؟ انت مثلا تحرك هاي الستيريو، طبعا في شغله ثانيه كمان احكيها قبل ما اكمل، انه بندنج بيعمل ديبولاريزيشن لما اعمله باتجاه الكاينوسيليوم، لما احركهم باتجاه الكاينوسيليوم بصير عندي ديبولاريزيشن، لما احركهم اواي فروم ذا كاينوسيليوم بصير عندي هايبر بولاريزيشن. اوكي، هاي برضه نخليها ببالنا انه كيف الاتجاه، يعني هون في جمله وين راحت؟ دايركشنالي سنسيتيف، ايوه هي. شو معنى كلمه دايركشنالي سنسيتيف؟ يعني مش بس حركه، اتجاه الحركه هو اللي بيحدد. زي ما حكيت لكم هيك ديبولاريزيشن، هيك ديبولاريزيشن، وهيك هايبر بولاريزيشن. طيب كنت احكي لكم انه هون في عندنا مينيمم ريت اوف ستيميليشن. فاللي بصير انه لما تعمل بندنج يا اما بتزود هذا الريت اوف ستيميليشن. متى بصير بندنج؟ يعني حسب الاستاتوكونيوم اللي فوقيها، في فوقيها هون الكريستالز، لما تتحرك الكريستالز بحيث انها تحركهم توورد الكاينوسيليوم بيصير ديبولاريزيشن، بيزيد الريت اوف ستيميليشن وبوصل السيجنال. طبعا بالوقت اللي هون بصير ديبولاريزيشن في هير سيلز ثانيه فيها برضه مينيمم اماونت اوف ستيميليشن حيصير فيها انهبيشن. فاللي بصير اني انا بعمل ستيميليشن لشويه هير سيلز وانهبيشن للاذر هير سيلز لانهم فيهم اصلا مينيمم ريت، وهيك انا بحصل على بيور سيجنال، مش ما في يعني جود كونتراست. تمام، ديتكشن اوف هيد اورينتيشن. In each macula different hair cells are oriented in different direction. حكيت لكم عنها وهي مهمة، لاحظ الدكتور حط لي هون مهمة، لازم يكون different hair cells in different direction عشان اعمل stimulation لشوي وانهبيشن للبقية. Some are stimulated when the head bends forward, some lateral. يعني مش مهم. The pattern of excitation هاي مهمة، نفس برضه نفس الفكرة. The pattern of excitation of hair cells apprises the brain of the orientation of the head with respect to the gravity. شو معنى the pattern of excitation؟ يعني أنا عندي، نرجع للنقطة الأولى، أنا عندي the hair cells are placed in different direction. فأنا مثلا بعمل stimulation للموجودين بنقطة معينة وانهبيشن للموجودين بنقطة أخرى، فهذا هو pattern معين بيحكي للدماغ إنه كيف مثلا عم بتحرك لقدام. pattern آخر، نمط آخر، بعمل inhibition لمكان و stimulation لمكان بيعطيني other information. طيب هذا اللي كريست امبيولاريس، هذا اللي وين موجود؟ بالامبولا اوف سيمي سيركولر كانال. هسه بدنا نعرف انه السيمي سيركولر كانال فيهم فلويد الاندولينف وليس البيرالينف، برضه هي الدكتور ركز عليها. الاندولينف، الاندولينف هو اللي بيعمل ستيميليشن او بيعمل بندنج للكريست امبيولاريس ستراكشر، بيعمل له بندنج يا اما يمين يسار، وعلى اساس هذا البندنج طبعا هو عكس اتجاه الحركه زي ما بنعرف، وبيعملوا بندنج وعلى اساسه بنعرف الانفورميشن. هاي شغله. النقطة الأولى شو بتحكي لنا؟ all are located at 90 degree، all المقصود فيها طبعا الـ 3 semi circular canal أكيد. Representing all 3 planes in space، طبعا بتعرفوا إنه إحنا في عندنا إكس وواي، إكس وزد، وواي إكس وزد، في عندنا محور ثالث اللي هو الواي بفوت بالشاشة. فهدول الـ semi circular canals مرتبين بحيث إنه سبحان الله يعني بيغطوا الثلاث محاور هدول، فإنه أي حركة بتصير you can detect it. عشان هيك ال semicircular canals are concerned with angular acceleration not linear acceleration. حكينا linear مع الماكيولا، ال angular acceleration لما تتحرك بزاوية معينة بيكون ال structure that detects this movement هو هذا ال crista ampullaris. حلو. Each duct has an enlargement اسمه الأمبيولا، دائما أي enlargement اسمه أمبيولا. Within the ampulla is sensory structure called ampulla. حلو. Bending in a particular direction excites the hair cells. أكيد bending in one direction بيعمل excitement والother direction بيعمل inhibition.
طبعا زي ما حكيت لكم الدكتور ما دخل بكثير تفاصيل، بس كان يحكي لك يعني معلومات عامه. حكينا هون في اندولينف هو اللي بيحرك الكريست امبيولاس. طيب مينتينينج اكوليبريم انفورميشن فروم هير سيلز ان ذا ماكولا ريتريكول. اوكي مينتينينج اكوليبريم information from the hair cells in the macula of the utricles and the saccules is transmitted to the brain via the vestibular nerve. طيب ماشي، العصب الثامن اللي هو جزء من الفيستيبيولار كوكليور. when the body is accelerated forward هسا يعني جربوا سووا التجربة هاي، خلي شخص يعني يدزك لقدام بسرعة وفجأة راح تحس حالك انه بالبداية راح تحس انه راسك رجع لورا، بس فعليا انت لو يعني اذا واحد خلي يا اما خلي جنبك مراي وتطلع حالك او خلي واحد يحكي لك، انت فعليا ما تحركت لورا. حتى انا جربتها ما تحرك راسك لورا، بس بتحس حالك بالبدايه انه راسك تحرك لورا. ليش؟ لانه زي ما حكينا اللينير اكسلريشن الستاتا كونيا بتتحرك بالعكس بترجع لورا، فبدايه بتحس حالك رجعت لورا، بعدين انت الريفلكس زي ما مكتوب هون ريفلكس اللي هو كونتراكشن، يعني بتعمل كونتراكشن للنيك ماسلز فبتعدل راسك وبترجع الستاتا كونيوم الستاتا كونيا لوضعها الطبيعي، عشان هيك بيروح هذا الاحساس. بس بالبدايه بتحس حالك رجعت لورا مع انه انت فعليا لو تنتبه راسك ما برجع لورا. reflex causes the body to lean forward. طيب when the body is accelerated forward the hair cells of the macula macule bend in opposite direction. opposite direction مهمه. this caused one to feel as he is falling backward. جربوها semicircular canal and predictive. طيب طبعا هذا السلايد بصراحة عشان نفهمه لازم نشرح، يعني بدنا شوية تفاصيل والدكتور مر عليه بسرعة. الشغلة اللي حكاها من هون rotation of the duct in one direction cause حكيتها أنا قبل مرة rotation in one direction semicircular duct relative movement of endolymph وليس paralymph endolymph in the opposite direction activating the receptor in the crista ampullaris. حلو stop the rotation the opposite happen. برضو نفس المبدأ على فكرة، يعني زي مبدأ الفلويد حطوا كاسة فيها مي وحركوها لقدام بعدين وقفها فجأة، راح تشوف انه لما تحركها لقدام الفلويد برجع لورا، ولما توقف الفلويد راح يخبط لقدام. يعني جربوها rotation of the duct detect rotation movement of the head in the lymph tender. هاي نقطة زي ما هاي النقطة يعني انا بصراحة قرأت حاولت افهمها بس الدكتور ما شرحها. هذا السلايد الدكتور حكى ما بدنا اياه، وإن شاء الله يكون خلصنا. سلام عليكم.